أم عبد الرحمن تسأل عن الاستخارة، تقول هل الاستخارة تتوجب في الحج وفي العبادات، وهل هي مستحبة أيضا في الأمور الدنيا؟ الاستخارة إنما تكون في الأمور التي لا يدري الإنسان هل هي خير له أو أنها شر له، لا يدري. فإذا كان يتردد من فعلها وتركها لأنه لا يدري هل هي من مصلحته أو من غير مصلحته، فإنه يعمل الاستخارة بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعد الركعتين فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أما الأمور التي هي مصلحة ظاهرة فلا تحتاج إلى استخارة، مثل الحج والصلاة والعبادات، هذه مصلحة ظاهرة لا شر فيها، لا تحتاج إلى استخارة. نعم.